بالسجن المحلي بطاطا نظم حفل بمناسبة الذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تصادف 29 أبريل من كل سنة. وشكلت هذه المناسبة فرصة للوقوف عند أهم محطات وأبرز منجزات المندوبية العامة، وأكد استحضار توجيهات الملكية السامية والعمل الحكومي من أجل النهوض بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه المناسبة مناسبة ذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هي الذكرى 16، فهي مناسبة ليست فقط من أجل الاحتفال فقط، ولكن هي كذلك من أجل إبراز أهم الإنجازات والتطورات التي حققت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال السنوات الأخيرة، ثم كذلك هي فرصة من أجل الاحتفال بالموظف المتميز وجميع الموظفين المؤسسة على حول التضحيات الجسام التي يقومون بها من أجل فرض أمن المؤسسة والنظام العام. وتميز هذا الحفل الذي أقيم بحضور عامل إقليم طاطا بتكريم بعض موظفي هذه المؤسسة وعيًا منهم بدور الموظف في تطبيق وتنزيل استراتيجية المندوبية العامة على أرض الواقع، واعتبارًا لدوره الرئيسي والمباشر في تكوين وإصلاح النزلاء على أمل إدماجهم في منظومة المجتمع بعد الإفراج عنهم.